خطوة مهمة جدا النهاردة في نصف النهائي، وبعد كده في النهائي بإذن الله، وتوصلوا له كمان لحد ما نوصل لريال مدريد بإذن الله. إن نفسك شاء الله. ومتشوق لفكرة مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة كابتن أكرم؟ أكيد أكيد. أنت بتسعى إنك تعمل حاجة جديدة، يعني تتكتب في تاريخ كل واحد فينا. أنت كبطل أفريقيا بتسعى إنك مثلا، أنت قبل كده خدت برونزية، لا أنت ما بتفكرش. المشكلة إن إحنا عندنا ما بنفكرش في الفضيحة، بنفكر في الذهبية. خدنا الذهبية، خدناها بنسعى ليها، ما خدناهاش برضه بنرجع نكمل تاني عشان خاطر نوصل لحاجة جديدة بالنسبة لنا، تتكتب في تاريخ كل واحد فينا. بس المرة دي هتلعب على فينيسيوس. والله بقى سيبها على ربنا، ده عايز له كتاب، يقلق منك ولا تقلق انت منه؟ لا والله بص، على حسب بقى هو عايز ايه، عايز ركعتين قيام ليل تمام، وفي جنب كده نفضل ندعي ان ربنا يكرمنا. هو عايز اقول لك على حاجه والله، اتفضل يا كابتن. هو الواحد لما يعني بينزل الملعب، هو اولا مش بتبقى فهلاوه منك ان انت مثلا قفلت على معين، لا هو توفيق ربنا هو اللي محالفك في الاول وفي الاخر. سبب انك بتتمرن كويس، سبب انك بتقول يا رب على كل حاجه، عشان كده ربنا بيكرمك. فهي في الاول وفي الاخر هي مش فهلاوه منك، انت بتتعب وبتجتهد، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك. لما قعدوا يقولوا اكرم كان يستاهل الطرد في ماتش الزمالك ولعبه القوي ولعبه اللي فيه يعني رجوله كبيره جدا، بتسمع الكلام ده بتفكر فيه ازاي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، فضل. انا مش يعني لما حد بيجي يقول لي حاجه زي كده هقول له ما اطردتش، او ما اطردتش يعني المفروض كنت اطرد، بس ما اطردتش خلاص. يعني مش هتمشي بقى ايه، انت ممكن كنت، فالمفروض ان انا ارد عليك اقول لك ايه، اقول لك لا ما اطردش، لا عادي الراجل ما طردنيش. الراجل عارف في الاول وفي الاخر ان انا مش داخل اذي، انا طبيعي داخل على الكوره، خبطت كل حاجه. طب ما في حالات كتير بيبقى لها استثناء عادي، يعني مش شرط انك تيجي تقول لا تطرد ومش طرد، لا. وبعدين انا كاكرم ما بركزش في الحاجه دي، لو ركزت في الحاجه دي هتاخد من تركيزي وهتاخد من مجهودي وهتلعب. كان دايما المدربين اللي في العالم يقول لك ايه، دي لعبه قوه ولعبه يعني انك تبقى راجل قوي جدا في الملعب. لو انت فكرت انا فيها مش هلعب على اراء الناس، انا مش هلعب على اراء الناس، انا كاكرم توفيق بلعب زي ما الراجل قال لي. الراجل قال لي تقف يمين هقف شمال، اقف يمين تقف شمال هقف شمال. الراجل اللي بيقول تخش جامد اخش جامد، هو في الاول وفي الاخر انت حسب قرارك في الملعب ايه. ممكن تقديري يبقى صح، ممكن تقديري يبقى غلط، بس في الاول وفي الاخر انا رفعت الكاس. صح كده. دايما يعني لما اللاعب بيرجع من اصابه كبيره بيبقى عنده حرص كبير في الملعب، ما عندوش قوه، ما عندوش يعني بيحاول يخاف على رجله شويه. انت غريب برضه، انا بسال زمالك حتى في لعيبه النادي الاهلي بشكل ودي حتى بره الهوا، يقول لي اكرم توفيق حتى في التمرين بينزل بنفس القوه وهو راجع من الاصابه على طول، ازاي كده؟ والله بص، يعني في ناس كتير قالت انت لعبك هترجع تتصاب تاني، مش هتتصاب تاني. انا اولا عندي يعني يقين في القضاء والقدر، ربنا سبحانه وتعالى لو اراد لك حاجه هتحصل لك. بس انا دي طبع فيا، لازم ارجع اقول لدماغي ان انا كويس. لو نزلت، ما انا لو نزلت يا كريم عندي حرص مش هادي، وفي الاخر هتشتمني. صح تمام. طب لو نزلت ولعبت بنفس القوه عشان ارجع نفسي تاني، هتشتمني برضه، عشان خاطر في الحالتين هتتكلم. ففي الاول وفي الاخر لا خلاص، يبقى ادوس على نفسي، ادوس على الوجع، لا عندي ما اخد دور تاني ارجع نفسي تاني وثقتي تاني. ساعتها هتلاقي اصلا منك لنفسك في الملعب في مواقف بقيت بتهدى فيها. صح. مع خبره بقى الماتشات اللي بتاخدها، مع مثلا انك واقف على رجليك، فانت بقى بتميز بقى انك تاخد مثلا مشوارين، تقف شويه، تطلع تهاجم شويه، تدافع شويه. انت بتعرف تمنتج امورك في الحالات اللي زي كده. صحيح.